في ملاهي الاولاد لا روح له. ما شاء الله الناس تطالع شايبه هذا هني شنو لازم على فكره ترى باخذك واروح السوق. توكل على الله. ممتاز بس دوحيت لي الان ايه ان ايش رايك نروح سوق شرق؟ هذا مو دعايه. لا يعني ليش؟ لان المكان هذا وايد لنا تاريخ فيه، لان ماضي فيه، لان ما ودي سوينا فيه بعض التجارب الجيده. رغبتها في سوق شرق ونروح سوق شرق كله في ديرتنا. ونتسوق على حسابكم يعني ولا لا؟ ممكن يكون العكس بما ان احنا في ضيافتك. حياكم الله. الله يسلمك. تفضل. انا اقول إيه فعلا علاقتك في 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 الاولاد، يعني تخطط ان الصيفيه تروح معاهم مكان فلان، يقترحون عليك يعني كسياحة، كتغيير جو، كراحة من الشغل. عاد هالسنة كنا مفكرين نروح السويد أول شيء. رحلة للسويد، بس قررنا ماليزيا يمكن شوية أماكن فيها أكثر وفيها متعة أكثر. إيش رأيك ماليزيا؟ ماليزيا ترى والله أنا رحت لها حلوة. رايح قبل. حلوة وقريبة منا حيل، يعني قريبة من العائلة أكثر، يعني فيها فيها اعتدال جميل جدا. ناخذ فيها 3 أسابيع. حلوة بس روح الجزر. إيه. أكيد. الجزر رائعة. الجزر وفي صور شفتها. سوقنا صح حق الجزر. في صور يعني ما شاء الله. ما شاء لا رهيبه ما شاء الله، سبحان الله، كانك تشوف الخضره، يعني قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه يعني جميله جدا فيها موعظه. تخلص شوي من الشغل، ترى الشغل يذبحنا، يعني انا من الصبح ترى لليل مشغول، اقعد فتره الظهيره مع الاولاد وبالليل مع الاولاد، لكن غالبا الصبح والفتره العصر كله مشغول. الخميس طبعا ما في شغل، الخميس مع الاهل، تجمع العائله هني والوالده والأخوة. هذا عرف عندك ان خميس ما في شغل، حتى جزء من اللي مع نص ثاني اللي مع ما في شغل. طبعا عندي طلعات اودي الاهل وفره، نروح شاليهات، تونا حاجزين شاليه قبل فتره ما شاء الله، نطلع سفرات خفيفه نروح. انا عندي ما عندي فتشة، انا ما راعي دوامين ترى، دوامين ما قعد، قهاوي ما قعد، ما عندي يعني وقت فاضي اصلا اقعد هالاماكن. وقتي الفاضي مع عيالي. بس لان ما عندك وقت فاضي ولا انك ما تشجع هالقعدات؟ مرات بلا ما شجع اذا كانت زياده عن حدها، يعني اكثر العوائل هي قاعد يشتكون ان ريايلهم لين نص الليل في الدواوين. اجتماعيا يعني إيه يعني لا اهاليهم يدرون عنهم ولا عيالهم يدرون عنهم ولا ما يصير يروح الديوانيه لها وقت مفروض خلاص عندي ساعه الفلانيه ما ازيد عنها. انا الحمد لله لا عندي دواوين اروح لها، اذا مريت مرور اسلم وامشي. نعم. اما اقعد واضيع وقتي زين. خبرني على طاري الطبخ، وبما ان احنا قدام الاكل يعني هذه خلينا نختم فقرة المطبخ على قولتهم. أنا صدق جوعان، ما بخليك تاكل والله بخليك تاكل، بس آخر سؤال عن الأكل بس بقوله لك. سمعت قبل شوي يقولوا لي الشباب، يعني ترى على فكرة كان يسولف ويانا أبو علي يقول يا جماعة والله كنت أطبخ طبخة أيام الدراسة، وربعي كانوا كل يومين كارفيني، هم يطلعون وأنا اللي أطبخ، هم يطلعون وأنا أطبخ. صدق هالحكي ولا هم يبي يحمسوني عليك أقول هالحكي يعني؟ والله أنا كنت أطبخ. أقول لك لا، كنت أستمتع خاصة في لندن، ما أحب أطلع وايد. كنت اقعد اسوي لهم الطبخه واضبط، ولو تشوف شكلي وانا اطبخ واتصل على اهلي اقول لهم سويت كذي صح ولا مو صح، احط هذا ما احط هذا. استعين يعني بصديق، استعين بصديق ولا يعني انا بقول حق ام علي هذا اكبر دليل ان تقدرين في يوم من الايام تخلينا هو يسوي الغداء مثلا. لا قايل لهم، قايل لهم في ايام خلاص، انا الحين تو المطبخ ترى مرتبه قبل فتره قريبه ما شاء الله، قلت لهم ترى في ايام ما لكم شغل في المطبخ وناطرين عيالي كل مره يقولوا لي ها يبا متى الطبخه. لا لا بس ان شاء الله انا الوقت يمكن شوي ضايقني، لكن ان شاء الله اوعدك يا رب، اوعدك انت ان شاء الله يوم من الايام يعني اللي سامعي كله ان شاء الله. عزيمة على الهواء صارت هم عزيمة ثانية الحين نحصل فيها. ليش إن شاء الله. عموما بخليك تأكل شوي وروح نشرب شاي تحت مع العيال. يلا خلنا نتغدى. توكل على الله. بسم الله. كرمك الله شيخ. في العافية محلك. خلنا أقولك كرمك الله أبو علي، بما أنك أنت ما تحب هالكلمة كثير، يعني تحسك أنك أنت كبير شوية، أو مثل أنت ما ذكرت تحسك أن في فرق ما بينك وبين اللي قدامك. عموما كرمك الله يا أبو علي، ما شاء الله علي مساء الخير يا علي، ويوسف مساء الخير يا يوسف، وأيضا أبو علي صغير. أبو علي الصغيرون مساك الله بالخير. ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يخليهم لك. الله يسلمك. بما أن احنا متواجدين مع الشباب والعيال عسى الله يخليهم لك، يمكن يطرح في ذهني سؤال عن العيال وعن تأثرهم في الأب، ويقال بأن إذا كان رب البيت بالدف ضاربهم مثل ما يقولون، يعني معروفة هذه. نعم. يعني وفي ناس تقول لك أكيد لو العيال يطلعوا مثل أبوهم أكيد بيكونون نفسهم، إذا كان أبوهم مثلا إنسان له في التجارة بيطلعون تجار، إذا كان أبوهم له في الرياضة العيال يطلعون الرياضيين، أبوهم توجهها مثل ما تقول ثقافي العيال لازم. هل هذا الكلام صحيح؟ أو بمعنى آخر تلقى بعض الآباء بعيد عن الله، يمكن بعيد عن هذه الأمور، تلقى يعني مثل ما يقولون فاسق نوعا ما، لكن يطلع الولد ما شاء الله يعني من أصلح الأولاد. فأنت مع هالمقولة أو كيف ترى هذه بالفعل؟
خليت من المشكله اعطيتها التليفون ها اي بس مشكلته مو شغاله الحين راح يوهقني يقول لي شغله. طبعا انا ما اقتنع انه لازم اذا كان الاب في مهنه الولد يطلع نفس المهنه. هذا في الغالب لا اصلا شوف ابناء الرياضيين ما طلعوا نفسهم، ابناء المغنين ما طلعوا نفسهم في الغالب يعني، ابناء الشيوخ ما يطلعون نفسهم في الغالب، لكن احيانا يصدف. بس اهم شيء ان الولد يطلع صالح، ما يهم شنو يكون، مو شرط مثلك. وانا دائما اقول حق علي واقول حق يوسف، وعندي عمر وساره ترى ما شاء الله زايرين، عشان كذي كان ودي يكونوا ويانا، لكن خيرها بغيرها. مره ثانيه ان شاء الله تزورونا. عمر اللي اصغر من علي، اي عندي علي بعدين عمر بعدين ساره ما شاء الله بعدين يوسف بعدين حسين اخر العنقود. هذا اخر العنقود، هذا سيدنا الحسين. انا طبعا سميته عمدا على الحسين رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انا متاثر جدا بقصه هذا الشهيد البطل، هو سيد شباب الجنه يعني، احنا نعرف القصه ونعرف الفضل. انا سميت اسمه ترى على سيدنا الحسين، طبعا هذا شرف لكل الناس اكيد ما في شك ان يتاسون بهذا ابن النبي الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. عيالي انا اخليهم على راحتهم، طبعا اي شيء يبون العاب عندهم اني في البيت موفر لهم، التنس الهوكي الكمبيوتر حتى بلاي ستيشن، طبعا الشرطه الزينه كل شيء موجود عندنا في البيت، حتى بعض القنوات الرياضيه وغيرها سأل عندي ولدي علي عنده ما أرد بأي شيء، لكن أحرص عليهم دراستهم. الشيء الثاني صلاة الحمد لله في المسجد الحمد لله، وعندهم الآن ما شاء الله عليهم في نشاطات الشباب، ما مشتركين في نشاط المعالي، نشاط المعالي حق جنوب السرة، نشاط ترفيهي يعني ديني ما شاء الله خيري قايمين على خيرة الشباب. والبنية مشتركة في نادي اسمه ريماس، راح أوريكم إن شاء الله إذا رحنا المبرة بإذن الله. أنا مبرتي فيها شكل ثاني يعني. أما الأولاد مثل ما قلت لك أنا أخليهم على كيفهم، ما أقول حق علي لازم تصير نسخة كوبي. يقولون عن... يقولون أبو علي يقولون إذا كبر ولدك خاويه مثل ما يقولون أو خلى صديقك. هذا المبدأ متبع عندك أنت كأب ما شاء الله. علي 14 سنة عمرك ما شاء الله، أنت في أي صف؟ ثامن ما شاء الله، يعني شباب تبارك الرحمن. فبالفعل هل تشاركه أو يشاركك هو في مثلا قضايا معينه انت تحاول تشرك فيها في مجتمع سواء كانت في دينه مثلا؟ علي كبر، علي مو الانسان اللي قبل تقول له سوي لا تسوي، خلاص بهالعمر هذا هو يحدد يعني وجهه، اعلمه اقول له هذا صح هذا غلط، لكن ما احاول امنعه من كل شيء، طبعا خاصه الامور غير المحرمه احنا نتكلم عنها. ما ابي انا اشكله، علي يبقى انسان. وانا غلط طبعا اشوف ان الاباء اللي يبي يشكل ولده على اللي يبيه بالضبط، مو صحيح. فأنا عيالي مخليهم على راحتهم. وشوف حتى بنتي سارة الحين 9 سنين ما شاء الله، قالت لي بتحجب يبا. قلت لها أكيد يعني إحنا ما نجبرها. قلت لها أيوة بتحجب، هي تقول طب إحنا نشجع. تدري سن 9 سنين أحلى سن حق حجاب البنت، خلاص هي صج صغيرة بس هذا السن إذا تحجبت خلاص يصير سهل عليها، كل ما تكبر يبدأ الأمر يصعب عليها أكثر وأكثر. فأنا قلت لها كيف تشوف، إحنا شرينا لها ملابس حلوة وجديدة وهذا وقالت لنا يمكن بعد اسبوع الجاي الولاده تتحجب، هي حره. ولدي يقول لي والله بشتري هاللبس اذا ما كان في محرم شرعي، طبعا اكيد اشتري اللبس اللي يبيه رياضي، يبي اوديهم اماكن يلعبون، يبغى كاكاو يشتهي، مو شايف كاكاو يعني اول مره يعني، يبغى توهقني. انت ليش شاغل بالك فيه؟ خله ياخذ راحته، خله هو مستمتع في حواره واحنا مستمتعين في حوارنا. عاد هذه قصتي وياه قصه، انا هالولد يمكن ليعده، وبعدين بينه وبين يوسف 6 سنين يعني، يعني بعد فترة ما شاء الله. أنا متعلق فيه ومتعلق فيني وايد، أنا أحب كل عيالي الحمد لله ما شاء الله، أنا متعلق في عيالي كلهم. لكن هذا لأن قلت لك أصغر واحد، وكل ما أجي البيت لازم يقعد يلحظني، ما يأكل على ريولي، ما بالليل لازم يكون عندي طلعات بالسيارة، يبي يقعد يحضني وأنا أسوق سيارة إلا بالغصب يأخذونه أمه تأخذه. ما شاء الله يخليهم لك يا رب. شيخ خلينا نتطرق لامور الحياه اللي انت تشوفها لا شك، واللي يمكن غالبيه المشاهدين يلاحظونها. في بعض الناس يقبل النصح، في بعض الناس تقول له والله يا فلان دير بالك، هذا يقول لك مشكور جزاك الله خير على هالنصيحه. في بعض الناس يقول لك لا اخوي خل نصحك لك، انا عارف مصلحتي، انا انسان عاجل، انا ما يحتاج تسمعني هالمحاضره الكامله هذه عشان تقولي توجه لنا الى هذا الشيء. انا مسلم عاقل عارف انا ايش قاعد اسوي، شكرا لنصيحتك. شو تقول حق هالناس؟ كيف ممكن نتعامل معاهم مثلا؟ اغلب الناس بالعكس ريتهم بالاسلوب الحسن يستحي يقول لك هالاسلوب يعني. انا بالكويت وبالخليج يعني انا اكثر شغلي اروح اوروبا يعني بعض المرات، لكن احتكاك الناس اكثر شيء بالكويت. اغلب الناس الحمد لله تيله باسلوب الحلو، بالعكس اذا مو متقبل اخر شيء جزاك الله خير. ما اي واحد يعنف عليك ولا يزفك ولا، ما اذكر يعني في حياتي يمكن 20 سنه اخالط الناس بالمخيمات الروح، شاليهات الروح، مزارع.